لسلامتكم جميعا وأمانكم الخاص، خليكم بأمان، فتشوا على المكان اللي إن شاء الله بتكونوا فيه بأمان، وتواصلوا معنا على الرقم الموجود على الشاشة، ونحن بنعملكم جلسات أونلاين مطرح ما أنتوا موجودين، إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. أي حدا عنده مثلا عين، عنده أذى، عنده سحر، عنده فوبيا من المرتفعات، من الأماكن المغلقة، بخاف من الصرصور، بخاف من الجن، بخاف من البسينة، أي حدا عنده عادة بشعة بيأكل أظافيره، بينتف شعره، أي حدا بده يتخلص من الدخان، أي حدا عنده OCD، عنده توتر، عنده وسواس قهري، أي حدا وحدة بدها ترفع حالة من دون أي حرمان، من دون أي هيك تعب، بإذن الله احكونا على الرقم الموجود على الشاشة، إن كان أنا أو شيخ إبراهيم أو شيخة نسرين، نحن بنقدر ناخد جلسات أونلاين. أكيد ما فينا نعملكم لا حجامة ولا إبر سينية، ولكن باقي الجلسات كلها فينا نعملها أونلاين، وإن شاء الله لبنان والدنيا كلها وإنتوا بتضلكم سالمين.